بسم الله الرحمن الرحيم. الزملاء والزميلات، محامي مصر العظيمة، بدأت اليوم لجنة الحريات أول اجتماعاتها برئاسة الأستاذ النقيب الأستاذ رجاء عطية وبحضور أعضاء اللجنة، وهذه أول مرة أتحدث فيها إلى زملائي المحامين بدعوة كل محامو مصر من المهتمين بقضايا الحريات بالانضمام إلى لجنة الحريات بنقابة المحامين لإعادة هيكلة لجنة الحريات في مرحلة جديدة من مراحل عمل نقابة المحامين. هذه القضايا التي ألزمنا بها قانون المحاماة، لأن قانون المحاماة ألزم أن تهتم نقابة المحامين بقضايا الوطن وقضايا المواطن. الحقيقة يعني الحديث، لأنه ليس حديث تفاعلي بيني وبينكم، فأنا أسجل هذا الحديث الآن ليصل إلى قلوب محامي مصر قبل عقولهم. نقابة المحامين تبدأ مرحلة جديدة من مراحل العمل. لجنة الحريات أحد اللجان المنبثقة من نقابة المحامين، أقوم كمقررا لها مع زملائي أعضاء المجلس في بداية الأحاديث بيني وبين الجمعية العمومية لمحامي مصر، إنه لجنة الحريات من أهم اللجان التي تعمل داخل نقابة المحامين، على رأسها الأستاذ النقيب العام والمجلس العام وكل محامي مصر أعضاء فيها، لا تتوقف على إرادة أحد، إنما ليعلي الجميع قيم الحرية والعدالة والمساواة. الحقيقة بحلم مع كل زملائي من المحامين بأن تعود لجنة الحريات وتعود نقابة المحامين إلى دورها القومي والوطني. تحياتي لحضراتكم جميعا، في انتظار التواصل معا من أجل نقابة قوية ولجنة حريات تعمل على الأرض عمل حقيقي تستدعي، ونستدعي كل الزملاء الأفاضل القائمين على قضايا الحريات في مصر إلى الانضمام إلى لجنة الحريات، وأن يكونوا طرفا فاعلا فيها من كل ربوع مصر، من أسوان وحتى مطروح. أنا شاكر لحضراتكم، كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله القادم أفضل بجهد كل الزملاء في ربوع مصر من أقصاها إلى أقصاها. شكرا لحضراتكم.